ركز مع الناس اللي ما التزمتش بالرولز بتاعتها. ايه يا سوسن؟ بس انا الواجب انا دخلت وحاولت اعمله، بس هيدا نفسه ما مطلع النطق صح. بصي، هو بعد هيدا اعملي اللي نفسك فيه، انا مش هقولك حاجه. انا مبدئيا طيب، بصي، الواجب انا عارفه ان كان في حاجات كتير انتوا لسه مش متعودين عليها في الويب سايت، which is طبيعي ومتوقع. عشان كده انا بعت لكم بعديها سكرين شوت من كل الحروف التشام او الساكنه علشان تتدربوا على نطقها، وبعت لكم ريكورد. قلت لكم يا جماعه اللي مش هيعرف يعمل الويب سايت ممكن يتدرب على نطق الحروف دي مع الحروف، الحرف اللي احنا خدناه as vowel اللي هو الا، ويحاول يتدرب عليها ويبعت لي ريكورد بالكلام ده. فهو مش لازم بس الويب سايت، لحد ما ناخد كل حاجه على الويب سايت وتعرفوا تتعاملوا معاه. واللي عنده مشكله يا جماعه في فتح الويب سايت او مش بيعرف يجيب جيم معينه، احنا كده او كده بنبعت اللينكات بتاعت الواجبات على الجيم على طول، مش لازم تفتحوا الويب سايت. ولو في مشكله معينه ارفعوا، يعني ابعتوا لي سكرين شوت او ريكورد من المشكله عشان اعرف احلها لكم. اي ركه سنتني أنا لما فتحت الويب سايت ما كانش مطلع لي صوت ولا نطق ولا أي حاجة. طيب، ممكن المشكلة دي دلوقتي احنا مش هنعرف نحلها، فبعد الكلاس ابعتي لي سكرين شوت من اللي بيظهر لك في الويب سايت او ريكورد، او نبقى نخش مع بعض انا وانتي بعدين زوم ميتنج نشوف فين المشكلة. بس هي دلوقتي مش هينفع نضيع فيها الوقت. اوكي طيب جماعة، خلونا بس نبدأ لان احنا كده 10 minutes. I think everyone اللي هيجوين جويند. خلونا نرجع بشكل سريع على الحروف اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت، واعملوا حسابكم ان احنا المرة دي هناخد اكتر شوية، عشان 5 حروف او 6 حروف في الكوري is too low على حصة ساعتين او محاضرة ساعتين. ماشي طيب، خلوني اسكرين اشير ماي سكرين. اوكي اوبتمايز شير، can you see my screen؟ اوكي ثانية واحدة. عادي، يا مومنت. سوري. طيب ده اللي احنا اخدناه، اول احنا اخدنا اول 5 حروف المرة اللي فاتت، اللي هم كانوا ايه؟ ممكن حد يرفع ايده وينطقهم لي كلهم الـ5؟ اوكي سوسن، ماشي. بسملة، إياك، نية، ديجا، ريا، ميا، والحرف المتحرك آ. حلو جدا. طيب ملك، ممكن تقوليهم لي لما يتحطوا مع الآ هيبقى نطقهم ايه؟ كا نا تا را ما بيرفكت. طيب حد فيكم حاول ياخد حرف تاني غير دول؟ انا عارفة ان في ناس خلصت اوريدي الحروف وتمام، فمش أنا مستنيين مني اي حاجة، بس تعالوا نجرب مع بعض دلوقتي. خلونا نبدأ في الحرف اللي بعد كده. خلاص ممكن تنزلوا اوديكم يا جماعة، احنا ما عندناش حاجة تانية نقولها. نرمين، انت عايزة تسألي على حاجة؟ اوكي ماشي. طيب الحرف اللي بعد كده هيبقى معانا، وهو الأول حرف في السطر الجديد، which is، ممكن يا ماوس بعد إذنك تظهر ناحيتي، أهو. بيب بيب بيب. ده جماعة كله ميوت بعد إذنكم. جودي، بسملة، كل الناس ميوت بليز. بيب هو حرف البي، البي فور بول، مش البي فور بن، البي فور بول، وده بيساوي طبعا البي عندنا في العربي. تمام، هو طريقة كتابته ممكن تكون صعبة شوية، فخليني أحاول أكتبهم لكم. حد يا جماعة واجه مشكلة في إن هو يكتبهم لوحده كتابة؟ لا 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 أبدا لا، بالعكس اوكي. دول أسهل بالعرب من العربي. شكرا، ماشي تمام. طيب ثانية واحدة اكبر لكم الخط شوية، اعتقد ده هيبقى احسن. بي يب
سوري يا جماعة على خطي اللي زي الزفت، بس اللي انتوا بتكتبوه برضو زي اي حاجة في الكوري من الشمال لليمين، فبتبدأوا بالخط اللي فوق، بعديها تحت، بعديها فوق تاني، بعديها تيجوا في النص وتعملوا الخط ده. تمام؟ هو عامل زي حرف الاي المقلوب بالانجلش، بس هو مش بسن، هو عادي. بالنسبة للحتت اللي على جنب هنا مش لازم تهتموا بيها خالص، لان هم دي الكيبورد هو اللي بيعملها، بس انتوا مش مطلوب منكم في الكتابة تكتبوها. انتوا اهم حاجة بالنسبة لكم ايه هي؟ هي الكتابة باينة حضرتك ولا لأ؟ معلش اسأل. طيب ممكن نستنى ثانية واحدة، لو ملوش علاقة بالحرف ده لا له علاقة بالحرف. قوليلي. هو ممكن تقولي لي ازاي نطقه تاني بالانجلش وبالعربي؟ بي يوب هو حرف البي فور بول، أو حرف البي. البي اللي هي الخفيفة اللي هي بول صح؟ أو تمام. تمام. طيب حاولوا تجربوا تنطقوا معايا قبل ما اخليكم تسمعوا الريكورد بتاعه، فكله يفتح المايك بعد اذنكم. بيب طب بيب اديني فرصتي اقول، طيب ما بيب تدوني فرصتي اقول بعد اذنكم. انا قلت ورايا مش قبلي. بيب 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 تمام. خلونا طيب نحاول نخرج من هنا خالص. end the slide show. تعالوا نسمعها مع بعض في الجيم. أعتقد دي الجيم اللي انتوا لعبتوها كانت مشكلتها كلها بالنسبة لكم ان هي لما بتيجوا تاخدوا ده لازم توصلوه للنقطة بيم دي، مظبوط. لو عملتوها بره النقطة مش هيشتغل معاكم. ايوه تمام؟ عشان بس الناس اللي قالت الجيم كان فيها مشكلة. انا حرف معلش، ال انا كنت مشكله مع الجيم لان الاصوات حسيت ان هي قريبه قوي من بعض فما عرفتش. هتتعودي عليهم مع الوقت. خلونا طيب نجرب ده. انتوا سامعين الصوت كويس ولا عليه شوية؟ لا حاجة عليه شوية جماعة ممكن كله عليه. ميوت؟ طب ممكن كله ميوت؟ ممكن يا جماعة كله ميوت بعد إذنكم؟ شكرا. هو مش عايز ينطق هنا، طيب خلونا هنا أحسن. بين تيكت ريول بيوم كده انتوا سامعين؟ بيوم دي او سمين اوكي تعالوا بقى تاني كده نسمعه. بيوم بيوم بيب بيب بيوم بيب. ممكن بقى تبدأوا تفتحوا الكاميرا وتعيدوا وراه، هشغل الريكورد الأول وبعديها هعيدوا وراه. ماشي. طب عندي سؤال، عندي سؤال. أيوه هو ليه أول ما بنيجي بننطقه أنا بحس إن هو مش اللي هي الشرطة دي مش هي المفروض حساب بينطق بيتنطق يا مش لا يعني هي حضرتك بيب. أنا انا فاهمك يا جود، بس لا هي بيب اهي. اقفلي المايك واسمعي تاني. بيب بيب ممكن بيب يا جماعة تفتحوا المايك يلا عشان نجرب تاني. احنا ممكن بيب بيب صح؟ نتنسى ايه يا رميساء؟ بيب بيب نتنسى كده بيب 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 طيب بيب اللي مستغرب النطق بتاع الحرف، انتوا لو بصيتوا هنا اهو هتلاقي ان هو زي ما هو بيب، بس البي اللي تحت بقت اتقل سيكا.
بس مش هنروح لحرف التي خالص، فهي بيب. بيب 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 هي بيب. كي كي ولا بي؟ بي بيب. تمام، فطبعا هيبقى الحرف ده. طيب تعالوا نشوف الحرف اللي بعد كده. شيوت جماعة كله يقفل شيوت الكاميرا المايك بليز. شيوت شيوت شيط شيط شيوت شيط شيط. طيب شوفوا نطقه بالانجلش برضو. شيط شيط. افتحوا المايك وابدأوا عيدوا معايا بعد إذنكم. شيط 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 تقول بعد كده احنا شيط شيط شيط. شيط ده في الإنجليش بيساوي الاس اتش اللي هي الشي. لما نيجي نقول مثلا شوز او السي اتش اس اتش او سي اتش، فهو بيساوي ده طبعا بالانجلش، هيبقى يعتبر الشين حرف الشين اكتر. شيات شيط عشان سنين هي هي بالانجلش تسوي ايه؟ جماعة والله هعيد تاني، بس اقفلوا المايك بعد اذنكم واصبروا على رزقكم، والله هيتقال لكم كل حاجة. سامسونج الاء جاست 5 سكند يا جماعه انتبهوا، علشان سامسونج الاء كتر الاسئله وهي بتشرح بيحصل تشتت شويه، فاللي عنده اي سؤال يكتبه في ورقه عشان ما ينساهوش، وفي اخر الكلاس سامسونج الاء بنفسها هتقول لكم اللي عنده اسئله يقولها، وبلاش حد يفتح المايك ويتكلم مره واحده، يا ريت كلكم تقفلوا المايك. اوكي اوكي Thank you, Naoni. Kumawa. Saranye. تمام، هعيد الحرف تاني. شيط شيط. منا بليز اقفلي المايك. شيط. طيب بيساوي بالانجلش ايه حرف الشاي، which is ال S H او ال C H، الاتنين بيعملوا حرف الشاي. تمام، وبالعربي هيبقى حرف الشين. شيط شيط. تعالوا نسمعه كمان مرة برضو من الويب سايت، بعديها افتحوا المايك وابدأوا عيدوا وراه. شيوت 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 حلو، الحرف ده بيتكتب ازاي؟ ملكوش دعوة بالطريقة اللي هما كاتبين بيها الحرف ده خالص، عشان محدش فينا بيعرف يكتبه كده. هو عادي جدا، هتعمله من يعني زي علامة كده بس تبقى مايلة شوية، هتبقى كده وتنزله منه حتة من الناحية التانية كده. تمام، الكتابة باينة قدامكم ولا فيها مشكلة؟ لا واضحة. لا تمام 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 يبقى كده احنا خدنا حرفين جداد اللي هما البيات حرف البي والشيات حرف الاس اتش او السي اتش. جماعة اقفلوا المايك بليز. تمام، طيب حد عنده اي سؤال في الحرفين دول؟ أنا عندي طيب جود معلش ممكن نستنى عشان انتي على طول عندك سؤال، اديني ثواني معلش. ايه يا نرمين؟ هو انا المفروض ان انا عرفت ان هو اس مش اس اتش، بسمعهم بينطقوه سي يعني زي الاس او السي اكتر. ما هو على حسب هو جاي مع ايه. هو دلوقتي عشان جاي اسم الحرف نفسه شي، فهي العلامة دي يعني خليني اقولك كده اللي اعمل هي لك بس الاي خط عليها، الاي بتخليه شي، لكن هي ممكن تبقى سا ممكن تبقى صا، صح فهو حرف الاس كحرف لوحده بس وانتي بتنطقيه بيطلع شيط.
مع الإيه، اي إنما رنا هتاخدي الباقي دلوقتي اللي هو سا دا را ما با زي باقي الحروف كلها. أوكي شكرا. العفو رنا. هو بس ممكن تعيدي عليهم تاني عشان متلخبطة؟ هو حاضر. أنا مش حرف متلخبطة الشيا صعب الاثنين. بيوب. طيب ركزي طيب معايا كده دقيقة. بيوب شيا عيديهم ورايا بقى. بيوب كيان بي 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 بيوب كيا هو انتي سامعاها ليه كي؟ هي بي. بصي اهي بي يب بي بي يب. كيا ولا بي 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 حرف البي. عارفة حرف البي؟ بي يب بيا مظبوط. ده أول حرف اللي هو حرف البي. شيت بيا بس كده خلاص، ادي الحرفين. اوكي. تمام. طيب الحرف اللي جاي ده يا جماعة هو ملوش نطق في الكوري لما بيجي في أول الكلمة، يعني كأنه مش موجود بالظبط، هو مش بيأثر على النطق بتاعي في حاجة، بس لو جه في آخر الكلمة فبيبقى ان ان ان. فتعالوا نسمعه مع بعض عشان ده فعلا اللي هيتعبكم نفسيا في حياتكم. ان ده اسمه. إيون 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 ده إيون زي ما قلت لكم هو في أول الكلمة، يعني لما إيون بيتكتب هنا كده هو ملوش نطق إيون كأنه مش موجود هوا، بس لما بيتكتب في الآخر هنا بيساوي الـ NG في الإنجليش. تمام. اللي هي اعتقد بالعربي هتبقى نون يه اعتقد، او نون جيم حاجه كده. فهي تاني اسمعوا تاني. ايون ايون. إيون افتحوا بقى المايك، هشغل الريكورد الاول ما تقولوش انتوا، وبعديها قولوا وراه. تمام. إيون ايون إيون ايون إيون إيون ايون إيون 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 إيون. تمام. طيب ده تاني هو بالعربي انا ما اعرفلوش حرف، وما يبقوا حرفين على بعض عشان نوصل للانج اللي هي بتبقى في الاخر. وخلي بالكو ان هو هنا في اول الكلمة هو كأنه مش موجود. احنا جماعة قفلوا المايك بليز. الحرف ده يساوي ايه بالانجليزي؟ هو الحرف ده في أول الكلمة ما يساويش حاجة بالإنجليزي، هو كأنه مش موجود. لو في آخر الكلمة بيساوي ال N G إينج. اسمعوا مرة كمان. إيون 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 إي إن إيون. في أي حد يا جماعة عنده أي سؤال في الحرف ده؟ تاني هو ليه قاعدتين، لما أنا بيجي في أول الكلمة. طيب ادوني ثانية واحدة، واتفقنا إن احنا اللي عايز يسأل على حاجة يرفع إيده ما يتكلمش. لما بيجي في أول الكلمة هو ملوش ساوند، ملوش أي حاجة، ولا كأنه موجود، كأنكم مش شايفينه أصلا قدامكم. لكن لو في آخر الكلمة أو مكتوب تحت كده زي ما هو مكتوب في هنا، وده اسمه الباتشم، ساعتها بيظهر له ساوند which is ال N G إينج، تمام. زي هك سينج سينج سينج. فهي لما بيتكتب تحت بيبقى ليه الحرف ده، وهو دايرة، يعني طريقة كتابته طريقة دايرة. نورهان عايز تسألي على ايه؟ هو مش سؤال قوي، بس انا عايزه اسمه بالانجلش، نطقه بالانجلش. نطق بالانجلش.
ايان اهو، ايان اي انج. تمام طيب. منا منا نجم. أنا كنت عايزة أسأل، هو آخره جي إي يانج ولا إي ين؟ لا معلش، يعني ايه تاني يعني هو بيتنطق قصدك؟ ايه إي يانج، إي يانج آخره اسم زي الحرف؟ جي اسمه الحرف؟ إي لا لا، يانج. اسم الحرف اي يانج. هو لما بيتنطق في الكلمة بيبقى ان جي. تمام تمام، يعني الساوند اللي هو بيطلعه في اخر الحرف بيبقى الحرف الان جي. هاك سينج سينج، فانت هتلاقي ان الكلمة قافلة معاكي بان جي، هو ده الحرف. لكن اسمه ايه هو؟ انج. تمام تمام رانا، انت عايزه تسالي على حاجه ولا ما نزلتيش ايدك من المره اللي فاتت؟ لا هو ايان ولا ايان ما ايينج اهو، اخره ان جي، ايينج نج. تمام اوكي ماشي. طيب يا جماعة، حد عنده أي سؤال في الحرف ده؟ ماشي ماشي تمام. هو انتوا وسكتوا سيكا من غير ما تقولوا اه او لا؟ انا هعرف انه لا، ترون ما رفعتوش ايديكم فما تقلقوش. طيب تعالوا نخش على الحرف اللي بعد كده. جيات جيات، ده حرف الجي، او هو حرف مش موجود عندنا في العربي بس اوقات كده بتلاقوا جيم وتحتيها 3 نقط، هي حاجه شبيهه بكده. جيات جيات جيات، تعالوا نشوفها هنا. جيت 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 جيات 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 جيت بيساوي ايه؟ بيساوي حرف الجي في الانجليش، وفي العربي ما يعني هو شبه الجيم بس هو مش جيم، فانا مش عارفه له في العربي قوي حرف. جيت. ايوه ريتاج. اوكي، يمكن الدنيا واقفه عندها. آخر الكلمة قلت بتبقى إيه؟ طب في نص الكلمة برضو نفس الكلام ولا بتغير؟ ملوش أي معنى، هو ملوش أي معنى. أول الكلمة نص الكلمة هو المعنى الوحيد اللي بيظهر له في آخر الكلمة لما يبقى مكتوب تحت. تمام، هديكوا examples عليها بس لما نخلص بس الحروف. نرمين، عاوز تسألي على إيه؟ كنت عايزة أسأل، نسيت على فكرة والله نسيت أوكي سوري. لا it's okay. رنا نطقوا ايه تاني عشان نطقوا صعب؟ هقوله لكم، هعيده تاني لو النطق هعيده تاني، انا لسه ما اتحركتش من الحرف. طيب تعالوا اسمعوا النطق تاني من الويب سايت الاول. تيوت جيات تيوت جيات، تيوت ابداوا تيوت افتحوا المايك وعيدوا ورايا، استنوا لما انا اقوله بليز. جيات جيا جيات جيا 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 جيا. تمام، نجرب نسمعه مرة من الويب سايت وبعديها نعيد وراها مرة تانية. جماعة كله في المايك عشان الناس تعرف تسمع. تيوت تيوت جيت ممكن تعيدوا ورا؟ جيت 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 مش جيت جي، جيت مش جي جماعة، مش جيت جي، مش الجي، الجي جيت جيت الجي، مش الجي. جيت 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 خلوا بالكم عشان الفرق في الانجليش بسيط بس في الكوري كبير.
جيوت جيوت، لكن جيوت انتوا خليتوها كده الجي، مش سوري الجي مش الجي، جيوت زيوت زيوت جيوت زيوت جيوت اسمعوها تاني جيوت 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 كيف ولا كيف ولا جماعة بعد إذنكم محدش يفتح المايك ويخش بسؤال والناس بتنطق، بعد إذنكم ادوني دقيقة الناس تخلص نطق، وأنا قبل ما موف أون من الحرف هقول اللي عنده أسئلة. تمام، يبقى جيات اللي هي حرف الجي دي، وده الاسم الكوري بتاعه جيات. طيب جماعة المايك، المايك انا قبل ما اخلص الكلاس كده هتعمي، انا حاطه تو هيتك هطير ستوري. ممكن كله يقفل المايك قبل ما تسالوا عن اي حاجه او تقولوا اي حاجه، الناس كلها تقفل المايك، واللي عايز يسال يرفع ايده. اي ملك أنا ممكن حضرتك تكتبي الحرف؟ كده او كده هكتبه دلوقتي. تمام. نرمين عايز تسألي على حاجة؟ إيه لا، أنا كنت عايزة بس أقول إن ممكن نعتبره بالعربي الجيم معطشة، جيم يعني، صح كده؟ ممكن ممكن لأن في او الإنجليزي بتنطق جي جي، فهي او نفس النطق شوية بس هو بالإي مظبوط جيوت. تمام؟ مظبوط، شكرا. هو عشان هنا بالجي لكن قدامها هيبقى جا عادي. آه في طيب آه في ركا، روكي عايزة تسألي على حاجة ولا رافعة ايدك كده بس؟ إذا أسأل هو زيوك ولا سيوك؟ لا، ده جيا التاني اللي من غير علامة من فوق، هو الشيا. تمام شكرا. العفو. تمام، طيب هوريكم بيتكتب ازاي دلوقتي. طيب هو خط كده فوق وبتنزلوا بحتة الجنب كده وميلة، والناحية التانية زيها. سوري يا جماعة الخط بجد سيء بالماوس، أنا أسفة، هبكتبهم لكم وابعتهم لكم على الواتساب. تمام، ده الشيات اللي أنا بكتبه دلوقتي، ده الشيات. هتزودوا عليه إيه؟ هتزودوا عليه خط من فوق كده بقى جيات جيات. تمام، يبقى كده احنا أخدنا 4 حروف، البيب الشيات الان الجيات. حد عنده اي اسئله في الحروف دي؟ روكا لا مش عندي سؤال، شكرا. طب ما انتي رافعه ايدك. رنا دوب الحرف تاني عشان انا مش عارفة انطق. طيب الحرف تاني، حرف الجي، جيات جيات. انت ايه معايا يا رنا؟ جيات مظبوط. طب ما انت بتعرفي تنطقيه اهو، يا بنتي انت شاطره اهو. معلش بالوقت هتتعودي عليهم، عشان هما انتوا حاسين ان الاسامي متقاربة، بس لما تتعودي عليها وتستخدميها مرة واثنين وثلاثة هتلاقي الامور ظبطت. اسمعوها تاني اهو، جيوت جيوت جيوت. حد عنده اي مشكلة في الحروف دي قبل ما موف اون للحرف اللي بعد كده؟ ماشي. تشيوت هيبدأ بقى اللخبطة وإيه كده. ده هنا هتسمعوه كأنه بيقول جي، بس هو ما بيقولش جي، هو بيقول شي شيات شيات شيات، اللي هو أهو، هو عملها لك أهو الإس إتش شيات. تعالوا اسمعوه تاني من الويب سايت. تشيوت تشيوت
تشيات تشيات تشيت تشيت تشيات تشيات. ابدأوا افتحوا المايك وعدوا ورايا. تشيات 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 شيات شيات جميل. تعالوا نسمعه من الويب سايت. هو صوت الاس اتش الاولاني فرق بينهم ازاي؟ هو الحرف الاولاني هو اكتر زي الاف من هو السي اتش. يعني انتوا لما هتاخدوه دلوقتي قدام خلوني اوري لكم هنا في البي دي اف. تعالوا كده جربوا تنطقوه كده. لو انا جيت كتبته لكم جنب ده ممكن أولاني. حد يجرب ينطقه لي؟ ما هو انا لسه بقول ادوني فرصتي. ممكن حد يرفع ايده ويجرب ينطق الحرف ده؟ تا ايه يا نرمين؟ تا سا. اختلف تماما عن الشيوت الاولانيه. هو طالع معاكوا اول مره بالشيوت عشان هو جنب الحرف ده، لكن هو جماعة كحرف كله هو حرف ميوت. اعمل ايه في موضوع الميوت؟ قتلكم سمسون نيم، مين اللي عنده سمسون نيم بليز، أنا فكما مش عارفة يا أسمع. يربن. طيب ممكن تسمعي يا سمسون جماعه نيم، بكل ميوت؟ سمسون نيم، من فضلك ممكن في كنترول عندك ممكن تعملي ميوت للكل عشان انت اللي بس، لو عارفة صدقيني لو عندك. عملته ما بيرجعوا تاني يفتحوه. طب لو سمحتوا يا جماعة، يا ريت كلنا نلتزم نقفل بس المايك بعد إذنك. هاي. تمام. طيب الحرف الاولاني يا جماعه اللي احنا اخدناه ده، هو لو هتنطقوه او هتخلوه كحرف لوحده يتنطق ازاي؟ يبقى س س س س الاس بس. على حسب بقى الحرف المتحرك اللي معاه، هو ده اللي بنقدر نقول الحرف هيمشي ازاي. فهو حرف الاس فلما بنيجي نحطه جنب الا فبتبقى سا، لكن لما بنيجي نحطه جنب الاي فبتبقى شي. فهو ملوش دعوة بالحرف التاني خالص. الحرف التاني السي اتش اي علشان هو دلوقتي جنب الاي دي، فهتبقى ها شيات شيات. اسمعوه كده تاني. تشيت تشيت شيات شيات تشيت. شيات. مريم عايزة تسألي على ايه؟ ماشي لا رجعت في لا، كلامها. لازم نضرب ريتاج على عايزة دماغي. تسألي على اوكي ريتاج عايزة تسألي على ايه؟ هو شيات ولا شيات؟ لا معلش تاني. هو تشيت ولا شيت؟ لا احنا دلوقتي في الشيا، الجيات ده الحرف اللي قبليه. اوكي تمام. شكرا. ميوتي بقى المايك. العفو. رنا شيان ولا كيان؟ انا ما اعرفش انت جبت منين كيون دي. تعالي هنا انت بتسمعي ايه؟ شيت شيت. شيان ولا كيان برضه مش فاهمة، بتبان شي شي عني. شي شيات شيات. ايه كيم كيم هيان. ايوه انت اللي بتبصي للسقف او بتبصي لحد بيكلمك. اسألي على حاجه. لا مش انت يا رنا، هي ناس هي كاتبه اسمها بالكوري اصلا. اوكي ساوسن.
سونسونيم، بس هو ده حرف تاني لأنه أنا مكنتش مركزة أوي بصراحة. اه ده حرف تاني هكتبهم لكم دلوقتي قدامكم، بس ده حرف تاني، ده الحرف اللي بعد اللي احنا كنا فيه witches، هو نفسه هو هو، بس بنعمل فوقيه كده زي شرطة تانية ونطقه شيات. يعني بالشين او بس هو ملا، ليه بس طيب بس ثواني هو بس ملا، قولي يا سوسو. ليه بيشبه الحرف اللي هو بس خطين كده يعني. علشان هو جزء منه كده. اوري لكم الفرق في الكتابه دلوقتي، قصدي هو نطق يشبه له فعلا. علشان الحرف الاولاني اللي هو في النطق ده حرف الاس يا جماعه، فهو لما بيتحط مع الاي بيبقى الشي، لكن لما بيتحط مع الا بيبقى السا، فهو على حسب حرف الفايل اللي معاه. فده اسم الحرف تاني يا جماعه، ده اسم الحرف، شي ده اسم الحرف مش نطقه. ركزوا في البوينت دي جدا، احنا اللي بنقوله ده اسامي الحروف مش نطقها. تمام؟ يعني الحروف دي زي الف ب ت ث ج ح، الكلام ده كله، فانا بعرفكم اسامي الحروف، ده مش نطق الحرف، ده اسمه. تمام؟ ماشي، هو ده انهي حرف؟ هو انا مش عارفه مين اللي اتكلم، بس هو ايا يكن مين اللي بيتكلم، I didn't give permission. انا يعني سونسونيم انا انت والله العظيم مثلا. اسفه لو انا ببقى رود. ممكن ثواني يا ساره معلش، عشان بسمله رفع ايديها الاول. بسمله شيد معناها بالانجلش والعربي ايه؟ حضرتك ما الشيط قلتيش. الاس، لا قلت الاس، وممكن تعتبروها اس اتش، وهي بتقرب شوية للشين، بس يعني في العربي في حروف يا جماعة في الكوري مش هتلاقوا لها معنى بالعربي قوي، بس هو حرف الاس بالانجلش. تمام؟ كونفيرمي ده. انيمي ده سارة الأول وبعديها نورهان. انا عايزه اعرف بس انا برفع ايدي منين، لان انا مش عارفه، حاسه ان الصوت مش واضح عندي. الصوت مش واضح عندك؟ طيب كده أوضح؟ كده صوتي أنا أوضح؟ اه تمام. اوكي، انا بس بعدت المايك عني وعن وديني عشان انا كده هترش من الدوشه اللي كانت موجوده. طيب نورهان، تمام، واخر سؤال عشان بس نكمل عايزاني باقي بس الاسئله. السؤال كمان. ايوه يا ساره، بصي، ممكن هو انا دلوقتي ده اسم ثواني. الحرف، لو انا عايزه اقول اه كلمه، عايزه اقول كلمه على بعضها، يعني الحرف ده هيبقى جزء منها، الكلمه كده هتبقى كبيره قوي، صح؟ لا 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 لا، ده يا جماعه اسم الحرف. هل انتوا لما بتيجوا تقولوا ارنب بتقولوا الف ارنب ولا بتقولوا أرنب؟ لا، بنقول ارنب. بس هي دي نفس ألف الفكرة، احنا دلوقتي بتعرفوا أسامي الحروف. لو حد جه قال لك هو أنت بتقولي شيط ولا جيط، فتعرفي تقولي له لا أنا بنطق الحرف، أنت عارفة الكلمة، فبتقولي له لا الحرف ده اللي أنا بقوله دلوقتي شيط. يعني انا لما هاجي انطق هقول الحرف نفسه بالحرف المتحرك بتاعه، يعني كادا نارا، بالظبط، يعني مثلا بالظبط، يعني خلوني مثلا أديكوا اكزامبل. يعني مش هحفظ اسم الحرف نفسه. مظبوط، اسمعوا. طيب بصوا الاكزامبل ده، دي كلمة تمام. سن، سن يعني جبل. هل انتوا لقيتوا النايون اللي احنا خدناها او الشيوت اللي احنا خدناها؟ لا، هو ده بس اسم الحرف اللي انا محتاجة اعرفه. لو انا جيت قلت جان، فاول حاجة لسانس نيم هيسألها لك، هيقول لك انت بتقولي جيوت ولا شيوت، فانت لازم تبقي عارفة اسم الحرف اللي انت بتنطقيه ايه، عشان لو اتسألتي في معناه او انتي بتقولي انهي تمام. حرف. تمام، فدي اسامي الحروف مش نطقها، النطق هيختلف تماما قدام. تمام كده. اوكي نورهان، شكرا. ميس ممكن تقولي لي الحرف بيساوي ايه في الانجليش وفي العربي؟ الحرف اللي احنا فيه دلوقتي، اه اوكي الحرف اللي احنا فيه ده هو على بعضه بيبقى، ممكن تعتبروه حرف السي، السي في الانجليش. تمام، في العربي اعتقد هتبقى السين. طبعا هتقولوا لي النطق ده الجبل ده ازاي، هقول لكم عشان الاي اللي موجوده هنا هتشوفوها لما تبداوا تتعودوا على النطق شويه. تمام، تعالوا اسمعوا كمان مره بقى.
تشيت تشيت تشيت. حابين تكرروه مرة أخيرة ورانا؟ افتحوا المايكات ونجرب نسمعه مرة من الويب سايت ومرة نقوله إحنا مع بعض، ماشي؟ تشيت 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 تشيت. طيب عند حد عنده أي مشكلة أو أسئلة في الحرف ده؟ مش عارف اكتب ايه. جماعة اللي ما عندوش يعني خلاص خلصنا كتابة قفلوا المايك بليز. فيروز انت كان عندك سؤال، ايه هو؟ ايه جماعة قفلوا ميس المايك هو بليز. ميس هو ده حرف ايه؟ ميس انا سمينا محمود طيب ايه؟ سمينا محمود ايه؟ جماعة بعد اذنكم اقفلوا المايكات. طيب بصي يا فيروز، دلوقتي احنا اخدنا الكيوك النيون الديجوت الريل الميم، ده المرة اللي فاتت. بدأنا دلوقتي في الكلاس بان احنا اخدنا البيوك الشيات الانج الجيات الشيات، فاحنا دلوقتي في دي حرف الحروف اللي انتوا الشيات، لسه هتاخدوها دلوقتي. ده اللي احنا شغالين عليه دلوقتي، تمام؟ ماشي. طيب تعالوا نشوف كتابة الحروف دي قبل ما نموف اون للباقي. الشيات او حرف الاس فهو التاني زي ما اتفقنا، هننزل كده في كده، انتوا كده عملتوا الحرف. طيب عايزين نروح للجيات، هنعمل خط كمان من فوق. عايزين نروح للشيات هنعمل شرطة أصغر شوية من فوق، تمام؟ في حد عنده أي سؤال في طريقة كتابة الحرف؟ أنا كده خدت انا لكم عندي الثلاث سؤال. حروف. طب انا عايزه بس افهم الفرق ما بين الاثنين، لان انا بصراحه دول الحرفين بصراحه ملخبطاني عشان انا لسه داخله. يا جماعه من فضلكم طيب انت معلش، عشان يا لسه ريت داخله كلنا فانت تايهه في الموضوع، فممكن تديني فرصه لما نعيد عليه تاني. اوكي يس ماشي من تاني فضلك لو هوني. سمحتوا. اللي عايز يسأل يرفع ايده، واي حد مش فاتح الكاميرا السنسني مش هتقدر تجاوبه، ممكن تجاوب على جروب فقط. يا ريت من فضلكم نلتزم بالرولز دي. Thank you Sansi. أنيا تمام. طيب حد عنده أي مشكلة في كتابة الحروف دي دلوقتي أو طريقة كتابتها؟ إيه يا ملك، إيه مشكلتك؟ هو في حضرتك ما كانت في شرطة من فوق، بس في التطبيق أو في حاجات تانية يبقى الناس تبقى طالعة شرطة كده مستقيمة مش فوقيها، فأني صح. ده كتابة التاني الكيبورد، لكن الكتابة الصح بتاعه ان هو ما بيبقاش شرطة صغننة طالعة، هو خط صغنن اقصر من اللي مكتوب فوقي، زي ما هو مكتوب اهو هنا بصي، وزي ما هو مكتوب هنا اهو، هي ما بتبقاش شرطة طالعة لفوق، هو بيبقى خط فوق الخط اللي احنا كاتبينه بس اقصر شوية. تمام شكرا. العفو. فيروز عندك سؤال ولا نسيتي تنزلي ايدك؟ ماشي. رنا عارفه لو قلتي لي نطق او حرف تاني لا كيوك ما هعمل فيكي ايه؟ اوكي قولي يا رنا. مش عايزة حاجة. بس مش عايزه حاجه؟ ماشي طب نزلي ايدك. طيب طيب لحد دلوقتي يا جماعه الخمس حروف دول فيهم اي مشكله؟ اي ريتاج هو آخر حرف اللي بيتنطق اللي هو الشيات بالإنجليزي ايه؟ اس اتش. اوكي شكرا. العفو. سوسن سامسونج هو بس آخر حرف، والحرف اللي هو
كام اللي هو بينطق بالإنجليزي اس اتش وسي اتش، بيشبه كتير لآخر حرف اللي أخذناه دلوقتي بصي هما التلاتة بيشبهوا بعض لأن التلاتة نفس الشكل تقريبا بس بالنص بزيادات. يعني. ما هو في ده النطق عشان ده سيات التاني. وده شيات، فنفس طيب اسمه نفس الشيء. علشان للمرة المليون، ده مش نطق الحرف، ده اسمه، ده اسمه شيات، ده اسم الشيات، جيات شيات، فده الاسم. لكن لما تبدأي تاخديه في مع الحروف المتحركة هتلاقي النطق اختلف تماما. تمام؟ تمام، شكرا. اوكي، العفو. طيب حد عنده أي أسئلة لحد دلوقتي؟ نخش على بعد كده، عشان اللي بعد كده يبقى خناقة. أظن أنتوا شايفين من الفيديو. ماشي، تعالوا نبدأ في اللي بعد كده. delete all، نستوب الكتابة. كيو كيو، وانا مش سامعة الصوت. ماشي، انا ما لحقتش اشغله. شغله دلوقتي اهو، ركزوا، واللي مش سامع ممكن ترفعي ايدك بس من غير ما تفتحي المايك عشان ما تشوشريش على اللي معاكي. كيو كيو، جماعة كله سامع؟ انا شايفاكوا قدامي في الشاشة، فممكن بس تهزوا اه او لا. كيو كياك كيو كياك كيو، كياك، كله سامع؟ ماشي. طيب انا لسه ما قلتش اي حاجة في الحرف عشان الاقي ثلاثة رافعين ايديهم. ادوني فرصتي. كياك، انا عارفه ان هو هيلخبطكم مع الكيوك الاولاني، however الكيوك الاولاني احنا اتفقنا ان هو ممكن يجي كيوك وممكن يجي جيوك، اساس ان هو جي، وده اللي معظمكم اتلخبط فيه وهو بيسمع الريكورد. تمام، فهما مش زي بعض، هو الحرف مختلف تماما. ولو بصيتوا في البي دي اف هنا هتلاقوه اهو، عامله لكم هو هو. تمام، فهو تاني كيوك كيا كيا، اسمعوا كمان مرة وبعديها نبدأ ننطق. كيو كيو كيو، جاهزين؟ طيب هو بيساوي حرف الايه؟ حرف الكي، ده واضح، ده ده واضح. تمام، افتحوا بقى المايكات. كيا 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 اسمعوا كيا كيا الأول، كيا كيا اسمعوا الأول، ادوني فرصتي تسمعوا الريكورد الأول. كيو 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 كيا كيو كيا كيو كيو. كيا كيا طيب طيب كيا كيا تمام، طيب الأول أنا عشان سمعت حد نده، اللي عايز يسأل سؤال يرفع إيده وأنا لما أخلص الحرف هقول لكم يلا بينا. اوكي تمام، طيب تاني، ده مش اسم، آه سوري، ده مش نطق الحرف، ده اسمه. لما يتحط عليه الحروف الساكنة سوري الحروف المتحركة التانية هتلاقوا النطق اختلف تماما، فمحدش يقول لي أفرقوا ما بين الجيوك أو الكيوك وده إزاي، لأن ده نطق وده نطق مختلف تماما. لما يتحط مع الحروف المتحركة هتعرفوا ده ازاي؟ هتعرفوه دلوقتي. تمام؟ رميساء عندك سؤال غير ده؟ رميساء انتي رافعة ايدك. كنت عايزة بس أعرف اللي هو الحرف اللي هو قبل ده، كنت عايزة بس أعرفه عشان ما فهمتوش أوي. الجيات
او الشيط، الشيط ما فهمتيش في ايه؟ طيب وانا مش عارفة هو مثلا الفرق بينه وبين الاولين ازاي. ممكن تصبروا يا جماعة في فرق التفرقة ده لحد ما تاخدوا الحروف المتحركة، لأن انتوا بالنسبة لكم كلهم ساوند ون، علشان ده اسم الحرف تاني مش نطقه. الأولاني جي جي جيات جيات، لكن ده شيات. بالنسبة للأولاني خالص فده قريب من النطق، اللي هو الشيات، بس ستيل لما يتحط مع الحروف المتحركة نطقه هيختلف. تمام. طب هو بيساوي حرف ايه بالانجليزي؟ الأخير قلت الاس اتش، ربنا قلتها، سوري السي اتش، اللي هي زي تشس، لعبة الحاجات الغريبة اللي هي محتاجة تفكير دي وبترهق الدماغ. تمام. اوكي منا اوكي. نجم. عايز تسألي على ايه منا؟ منا ماشي رنا، ينفع بعد بس ينفع لما الحصة تخلص تبقي تعملي ريكورد على الجروب كده او بصوت كده أو ده هيحصل من غير ما اوكي تقولي، ده هيحصل بعد كل كلاس. منا بس سنين معلش النت قطع عندي وانتي بتنطقي اخر حرف، ممكن تنطقيه تاني عشان ما اللي هو سمعتش ده خالص. تمام. كيو 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 تمام. تيوت 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 تاني تيوت تيوت تيوت. رميساء اقفلي المايك عندك بليز. تيوت ده أظن باين من نطقه إن هو حرف التي أو التي بالعربي. تيات تيات، التي أو التي بالعربي. تيات تيات خلوني أقول لكم الحرفين اللي هو اللي فات وده بيتكتبوا إزاي. تمام طيب، الحرف اللي فات هو احنا بنعمله زي حرف الكيوك او الجيوك، اللي هو بنعمله كده كده، بعديها بنطلع شرطة تانية منه اصغر. تمام طيب، الحرف اللي احنا فيه دلوقتي ده هو التيوك، which is باين ان هو حرف التي، وهو بيكتب زي حرف الاي بالانجلش لما بيبقى كابيتال. هتعمله زي الدا او الديوت اهو، وهتطلعوا شرطة في النص منه. طبعا مالكوش دعوه بالحاجات اللي خارجه عن السطر دي اللي معصباني، ابقى اكتبهم لكم في ورقه وابعته. ماشي، فيبقى الحرف الاولاني بيتكتب زي الجياك بس بنطلع منه شرطه، وبرده طبعا لو هتوقفوه او هتعملوه جنب حرف ا او اي فهيعمل نفس الموضوع بالظبط اهو، هيبقى كده. تمام، التا بيعتمد على ان هو لو يعني واقف جنبيه ا او اي فبيبقى كبير كده وفارد نفسه، لو لأ فبنصغره بالشكل اللي موجود تحت، بنضيق بس المسافات اللي ما بينهم وما بين يعني بنصغر المسافة بس. تمام تاني، اسمعوا النطق تاني. جماعة ممكن كله يقفل المايك. تيوت 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 تمام، ممكن تفتحوا بقى المايك وتبدأوا تقولوا بعد ريكورد. تيوت 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 تيوت
تير 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 طيب حد عنده أي سؤال في الحرف ده؟ تير رميساء عندك أسئلة؟ أنت رافعة إيدك. ريتاج بليز اقفلي المايك عندك. إيه؟ بيساوي ايه بالانجليزي؟ حرف التي أو تمام. الته بالعربي. كيم هيان. كنت عايزة أسأل حضرتك حرف الكيف اللي هو قبل تير بيتكتب ازاي في الإنجليش؟ حرف الكي. الكي بالعربي كي. قال هو الكاف. اوكي تمام. تمام فيروز. والتيوت كذلك يس. في الانجليش تي وفي العربي بصي كي. الكيوك الاولاني ممكن يمشي جي وممكن يمشي كي، بس هتفرقي ما بينهم ازاي؟ لما يعني تاخدي الحروف نفسها، يعني مثلا كوبي، تمام؟ كوبي قهوة عادي جدا، كوفي، تمام؟ بس لما هتيجي تكتبيها مش هتكتبيها، هتكتبيها كده. كوبي. فاحنا اخذنا حرف الكي مش حرف التي، مع ان هي كوفي، تمام؟ فهي هتتعرف مع استخدام الكلمات اكتر. فيروز. مش هي دي الحروف الكورية صح؟ الساكنة. اه احنا كل ده لسه في التشاوم او الحروف الساكنة اللي هي لوحدها ما تعملش صوت، دي طب يا أساميهم. ميس هي الحروف دي مش الحروف الأساسية. ازاي؟ الكوري انت محتاجة حرف ساكن وحرف متحرك عشان تعملي ساوند مع بعض، من غير الحرف المتحرك مش هتعملي ساوند، ومن غير الحرف الساكن مش هتعملي ساوند، طيب ماشي شكرا. فانت محتاجة الاتنين مع بعض. المقطع بيتكون من حرف ساكن وحرف متحرك، تمام؟ تمام. تمام. رانا عايز تسألي على حاجة ولا نسيتي تنزلي ايدك من المرة اللي فاتت؟ تنزل اوكي. كيم لسه عندك سؤال؟ فيروز كذلك لسه عندكم أسئلة ولا نسيتوا تنزلوها؟ لا نسينا ننزلها. ماشي اوكي. طيب حد يا جماعة عنده أي سؤال لحد دلوقتي في اللي احنا أخدناه؟ هو كفاية نبدأ ايه لعب معلش كده؟ بالحرف ده؟ لا هو الحرف ده احنا لسه ما بدأناش فيه، فمحدش يسألني لسه عليه. طيب هو انا تمام. لسه داخلة بسبب الكهرباء كانت قطع ولسه داخلة دلوقتي، فانا مش عارفة انتوا اخدتوا ايه. هنعيد على كل اللي احنا اخدناه by the end of the class. تمام. طيب تعالوا بقى نوقف شير سكرين شوية، احنا قاعدين بقالنا ساعة عمالين نسمع هاري، زمانكم زهقتوا؟ يلا نلعب. تمام. أخدنا كم حرف دلوقتي في الحروف الساكنة؟ عايزة أعدادهم مش عايزة أساميهم. ممكن بإيديكم تعملوا لي عدد الحروف. 7 12 12. عندي سؤال سبعة ده بس. اللي احنا اخدناه دلوقتي، لكن انا قلت كل الحروف الساكنة اللي احنا اخدناها لحد دلوقتي. 12 12. حرف. 12 كده فاضل حرفين12 حرف. و14 هيك. 12. طيب نصر كده فاضل حرفين. كله يقفل المايك، كله يقفل المايك. أنا عايزة حد يقول لي كل الحروف الساكنة اللي احنا أخدناها، مش بس في الكلاس المرة دي. محدش يفتح المايك ويقول، أنا عايزة ناس ترفع إيديها وأنا هختار.
أميرة محسن. شفتها كانت رافعة ايديها خطافي كده، راحت فين؟ أنا كيوك ليل ميم نيل نيل خلنا بيب إنك كيك كيك ديجت نايتن بيب وديجت جيت وتشيت اللي هما التلات وشيت شيت وتشيت وجيت صح كده؟ ماشي، وايه كمان؟ نايمبو لو زينبو طيب بيب و طيب خلاص جماعة، خلوهم دايما على ايديكم علشان لو نسيتوا حرف منهم، لو انتوا مش حافظينهم بالترتيب. تمام، طيب نختار مين تاني؟ ميرسي يا أميرة. مين تاني؟ مين تاني؟ مين تاني؟ من عمر. زيو نيه ديدو ديغو دي جوت، نيو دي جوت. ديغو استني، ديغو ايوه. نيو ريو نيو بيو شيو ان 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 جي ان جي شي شي شت ايه شي بس اللي انتي بتقوليها؟ هتشوفوا كلكم شت ايه؟ لا فكري فيها تاني، احنا قلنا هو حرف الناس كلها بتتلخبط فيه، فخلي بالنا من نطقه. ها، تشيت شيا تشيت، جي 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 شيا الجي جيو جيت، مظبوط. ها، جيا كي كيو في حرف تاني قبليهم؟ شيو مظبوط. ها، كيو كيو تيوت سقفوا لها يا بنات، شطورة. طيب مين يا خاطر ويقرر يقراهم لي مع حرف الآ؟ شايفة مش الناس ازاي كلها مع ما حرف بتنزلش ايديها. مش ازاي مع حرف الآه يعني اسف هو احنا المرة اللي فاتت اخدنا ان احنا بنحط حرف ساكن مع حرف متحرك، فاحنا عندنا الحرف المتحرك اللي احنا اخدناه هو الآ، فازاي اوكي نحط حرف ساكن مع حرف متحرك وايه الساوند اللي هيطلع؟ حاضر يا اوكي ماشي نرمين. يلا شكرا العب. انت لسه قافله المايك نرمين. معلش هتقولهم بنسى مش هنشوف حاجة. بنسى ها، الموضوع ده لا ده را ما با سا أ جا شا كا تا تا شطورة، صح. تمام كده، عرفتوا ان الحرف كنطق لوحده مش كاسم بيختلف في النطق ازاي لما بنحط حروف متحركة مختلفة. تمام، طيب مين فاكر من الحروف اللي احنا اخدناها دي اديتكم كلمات المرة اللي فاتت؟ مين فاكرها؟ أنا مريم بعد إذنك ما نتكلمش من غير ما اختارك، احنا متفقين ان اللي هيبقى عارف يرفع ايده ويستنى وانا هختار. ها، كل الناس دي فاكراها؟ متأكدين؟ تمام، جنى، جنى محمد. معك ها، فاكرة الكلمات؟ فكرة كلمتين قولي. كا اللي هو امشي مظبوط، تقريبا مظبوط. طيب وده ده اللي هي اول او مش عارفة كل ينطقها ولا حاجة لأ أو كل، معنى كلمة كل بالعربي. ايوه طيب أخدنا كلمة كمان، ايوه يعني. أخدنا كلمة كمان. هي كانت معناها أنا مش عارفة أنطقها
بس انا عارفاها بس مش عارفه انطقها. طب معناها بالعربي ايه؟ فاهمة؟ انا جاي. لا مش انا جاي، انا يعني نا، نعم. بدل ني هنخليها نا، فاحنا قلنا كا يعني امشي او يمشي بشكل عام، بس قلنا ان دي مش مهذبة فما ينفعش نستخدمها مع الكوريين بشكل عام بالذات الاكبر مننا. قلنا نا يعني انا، وحد سألني ايه الفرق ما بينها وما بين التشو والنا، وقلت لهم هو فرق مستوى الاحترامية بس، ان التشو مهذبة جدا او احترامية عالية، ونا العادية اللي الناس كلها بتستخدمها. واخدنا دا اللي هي بمعنى كل. تمام. طيب اكتبوا لي حرف انج وروهوني في الكاميرا. حرف ايه؟ انج ماشي. ملك مظبوط، كيم هيون مظبوط، جانا مظبوط. شفتها؟ شفت اللي انت بعتيه كيم؟ خلاص. ها مين كمان؟ شمس مظبوط، مريم مظبوط، انا دلوقتي رنا انا معيش عارفة ولا ان انت في قلم. الطريق، انا عارفة. لو عايزة لو عندك الحروف الكيبورد على الموبايل ابعتي في الشات، لو مش عندك مش مشكلة. سيرين مظبوط، نورهان مظبوط، منى عادي مظبوط، منى عمرو مظبوط، أماني مظبوط، ريتاج مظبوط. ماشي اكتبولي تا مظبوط يا محمد فتحي. تا ها ها تا أكرم مظبوط. هاجر انت كتبتي لي الحرف مش اللي انا نطقته. مظبوط يا ملك. شمس انت كتبتي الحرف مش اللي انا نطقته، انا قلت تا مش تيات، انا قلت تا. مظبوط يا أميرة. روكا نفس الفكرة، انت كتبتي لي الحرف بس ما كتبتيليش اللي انا نطقته، انا ما قلتش حرف التيات، انا قلت التا. صح يا شروق؟ فيروز انت كتبتي لي حرف تاني خالص. كيم هيوم مظبوط، شمس كده مظبوط، نرمين مظبوط، نورهان مظبوط، ريتاج مظبوط، من عمرو مظبوط، مريم مظبوط. سوسن انت كتبتي الكا مش التا، من عدلي مظبوط، اماني مظبوط. ماشي مظبوط يا محمد. اوكي طيب دلوقتي احنا ناقص لنا حرفين ونخلص الحروف الساكنة، يعني يعتبروا الأساسيين. لو تفرحيش قوي كده، استني استني، ده احنا كنا في السهل. خلوني اشير ماي سكرين تاني. Can you see my screen كلكم صح؟ كلكم شايفين my screen؟ تمام. طيب خلونا نسمع الأول الحرف. منا، ملك، جانا، حد فيكم عنده سؤال فرافع ايديه ولا انتوا نسيتوا تنزلوا ايديكم؟ منا انا عارفة ان انت بتحاولي توريني حاجة بس هي الشاشة عندك عاملة خالص فانا مش شايفة. لا أنا اللي نسيت الكاميرا كده. It's okay. طيب Sorry. اوكي اتس كي، يلا بينا كده. عندنا الحرف اللي جاي دلوقتي هو شبه البي يب، بس ده البي اللي هو عندنا احنا بنقول عليها البي التقيلة اللي هو بي فور بن، فده هيبقى طالع فيها هوا شوية، مش هتحسوا بالفرق في الأول بس هتحسوه لما تيجوا تتكلموا قدام أو تعرفوا نطق الفويل أو الحروف المتحركة. تمام. ده برضو معناه بي، بس البي فور بن طبعا بالعربي ملوش معنى. حاجة كمان، الحرف ده أوقات بيتنطق على إنه حرف
الاف او الفي في الكوري. يعني هما ما عندهمش كلمة باري، هما بينطقوها يعني مش بنفس النطق الانجليش خالص. فانتوا اوقات هتلاقوه بيستخدموه اس حرف الاف واوقات اس حرف البي. هما ما بيقولوش فرانس، هما بيقولوا بيرانس بيرانس. فهما بيستخدموا الحرف ده ان هو حرف البي والاف، تمام؟ فده بالنسبة لكم حرف مهم جدا ولازم تعرفوا ان هو هيدوخكم شوية. تعالوا نسمعه مع بعض. بيو بيا بيو بيا بيا، هو نفس الحرف التاني بس الهواء اللي فيه اكتر. التاني بيا، ده هنا بيا بيا، الهواء فيه اكتر لان هو ده اللي بيفرق اصلا البي عن البي، تمام؟ اسمعوا تاني. بيو بيا بيا بيا، وبيستخدم از اف بس عمركم ما هتسمعوه ان هم بيقولوها اف لان هم مش معترفين بحرف الاف، ما عندهمش. بس في الكلمات اللي هتلاقوا فيها حرف الاف هتلاقوها بقى في الانجليش هي حرف الاف، هتلاقوها بيكتبوها بالحرف ده، تمام؟ ابدأوا بقى انطقوا ورايا، او اكشلي بعد الريكورد، تمام؟ بيو بيو كيو 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 كيو. مين اللي بيقول كيوك؟ استنوا شباب، انا سمعت حد بيقول كيوك، سمعتها خرمت ودني. كيو كيو. احنا خلاص خلصنا الكي. كيو كيو تمام. طيب كله يقفل المايك. كتابة الحرف ده هو عامل زي رقم 2 في الإغريقي، ده مبدئيا يعني هتعمله خطين كده. حاولت أخط، لحقتش أفرك بالخطين المستقيمين، وهننزل خطين كده. دي طريقة كتابته، خطين مش عارفة أكتبه مستقيم. هو انا ينفع اديكي حاجة؟ طيب ممكن لما نخلص، عشان بس الناس اللي مركزة معايا، انا شفت اللي انت كنتي فاتحة الكشكول بتاعك عليه، اي صوت ما تقلقيش. بي بيساوي البي او الاف في الكوري، بيستخدم في الاثنين. هتعرفوه اكتر مع الكلمات، تعرفوا امتى تنطقوا ده وامتى تنطقوا ده، وطبعا على حسب الكلمة. زي بالظبط نفس الكلمة اللي كنت بقولها لكم من شوية، كوبي كوبي، هي جت اهو بي كوبي كوبي، فهي نفس الفكرة. بي بي، حد عنده مشكلة في الحرف ده؟ فيروز معلش يا ميس، هسألك سؤال غير الحروف دي. هو انتي حضرتك يا ميس لسه قايلة نطق حرف، فالحرف اللي انا كاتباه ده، انا مش قصدي عن اللي هو ايه الحرف اللي انا كاتباه، ايه الفرق بين الحرف ده وده؟ هو نفس شكل الحرف. انهي حرف؟ طيب ممكن تكتبيهولي او توريهوني؟ ماشي، ثانية. اللي هو ده اللي هو ده طيب ده التيات، حرف التي تيات، ده ملوش علاقة بالبيات، وده حرف التي لوحده عادي، تمام؟ حد عنده أي سؤال تاني؟
طيب هو كده في شكلين لحرف التي اصلا ولا هو ده شكل ايه؟ هو كده في شكلين نفس شكلين لحرف التي. جماعة احنا اتفقنا نرفع ايدينا، ما حدش يتكلم، وبعد اذنكم ما حدش يضايق مني، اللي هيتكلم من غير ما يرفع ايده وادي له permission انا مش هرد عليه. طيب نسمع الحرف ده تاني ونطقه. Here. تياب تياب، انطقوه اخر مرة علشان نروح على بعد كده. Here. 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 تمام، حد عنده اي سؤال في الحرف ده؟ طيب تعالوا نشوفه هنا اهو. انا مش عارفه الكونفيوجن عند الناس في ايه، هو حرف البي ياب مختلف عن البي ياب بحته ايه؟ بان الهواء اللي بيطلع منه. طيب تفرقوا ما بينهم ازاي؟ مش هقدر اقولكم دلوقتي، ان لو قلتلكوا هتوه. فهو ده هنا، انتوا ما بتطلعوش هوا من بقكم، انتوا بتقولوا بي ياب عادي، لكن هنا بتطلعوا هوا زي حرف بول بن. بول كوره، بن قلم. في فرق هوا كبير قوي طالع ما بين الحرف ده، وهو اللي بيفرق ما بين الحرفين. فهي نفس الفكرة في الكوري، بس الحرف ده ممكن يجي بالفرنسي، سوري بالاف في الكلمات. يعني مثلا باري، باري عادي، باري او بالي على حسب النطق. طيب فرنس، فرنس هتلاقوهم بيكتبوها كده. اللي هي الاف فرنس، فهم ما عندهمش حرف الاف في الكوري، فعشان ينطقوا نفس الكلام في البيوب موجود. طب ده هتعرفوه من الكلمات ايه؟ ده هتلاقوه في الكلمات الانجليش كوري. بمعنى ايه؟ بمعنى هم مش بيبتكروا كلمة جديدة، هم واخدين الكلمة اللي هي الأساسية في الانجليش أو في اللغة بتاعتها، وكاتبين حروفها بس بالكوري. تمام؟ ودي كلمات اعتقد ان هي معروفة بالنسبة للناس كلها. يعني انتوا عارفين ان فرانس هي فرنسا، هي فرانس بالفرنش، هي فرنس بالكوري، فهي سيم. طيب خلينا ناخد اخر حرف في الحروف المتحركة او التشام، وهو الهيات. هيات هيات اللي هو واضح من نطقه حرف الاتش. هيات اللي هو ده، هو نفس حرف الانج بس فوقيه شرطتين، دايرة فوقيه شرطة طويلة شوية وشرطة تاني أصغر. هيات هيات ده بيساوي حرف الاتش. تمام، خلينا نسمعه من الويب سايت. هيوت هيت هيت هيوت هيت. هيوت ابدأوا عيدوا بقى ورايا. هيت هيوت 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 لا ثواني يا جماعة، عشان أنا سامع ناس بتقول تيوت، هي مش تيوت، هي هي هيات، كأنكم بتقولوا هي بالإنجلش. هيات 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 طيب هيات اسمعوها من الويب سايت. هيات هيات عيدوا وراها بعد الويب سايت دلوقتي. هيات 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 جماعة اللي ما ينطق، اللي مش بينطق يقفل المايك عشان ما يشوشرش على غيره. هي كي ولا اتش؟ هيات هيات هي هيات هي
تاني النطق بتاعها كله اف للمايك. الحرف بيساوي بالانجلش ايه؟ حرف الاتش، حرف الاتش اللي هي بتساوي الاتش. هي جماعة كله اف للمايك. هيت هيت بيساوي حرف الاتش. معرفش بالعربي ايه، اعتقد ما عندناش حرف بيساوي الاتش. لو في حد يرفع ايده ويقولي هو ايه، لان انا ما اعتقدش ان هو موجود. الله بسم الله ما شاء الله، ده فيه هي، تصدقوا صح. اوكي، هيت بيساوي الاتش والهي بالعربي، عشان انا العربي بتاعي ضعيف والله شوية، ومش هزار هو ضعيف. تمام، فآخر حرف هيت اللي هو الاتش او اله بالعربي. احنا كده نبقى خلصنا الحروف الساكنه الاساسيه، عشان محدش يقول لي احنا كده خلصناهم كلهم. الحروف الساكنه الاساسيه في الكوري اللي لازم لازم تلاقوها موجوده في الكلمه دي اساميهم. مين عنده استعداد يقولهم لي كلهم؟ ارفعوا ايديكم وانا هختار. سوسن، عشان انتي ما عملتيش الواجب فتقوليهم بقى. اوكي. هو اول واحد كان كيوك، مظبوط. بعدين اي ان ري او دي دي كات تاني كيوك، بعديها نيان نين. نيان. هو صح لو انت هتقوليه بالراحة، بس احنا خلاص المفروض ان احنا عدينا المرحلة دي، بان احنا بقينا اسرع شوية، فتبقى نين. نيان ريو ديات نيان مظبوط. بياب هم شيات هم إيش شيات تانية وجيات هم فوتي حرف إين إينينغ إينغ إين إين إينغ. إين هم كي كيا كتانيا وبيا بتانيا وهيت في حرف ناقص. مش مشكلة، بس اتليست حفظتي 13 اوت اوف 14 واحنا في الكلاس، which is good. مين عارف الحرف الناقص؟ اشتر كتكوت شطورة. كيوك منا، ايوه، انت من اللي انا. بصه ومخضوضة. اه انت. ايوه بتخض بسرعه. وانت ها ايه الحرف اللي ناقص؟ سوسن ما قالتوش. لا انا كنت عامله ريز هاند عشان اقول الحروف كلها. لا ماليش فيه، انا عايزه اعرف الحرف اللي ما قالتوش. طيب خلاص. مريم. لا مش مريم، مريم اللي هي الصغنونه اللي لابسه نظاره. مش فاكرة هي قالت فيات ولا فيات، بس هي تقريبا ما قالتش الا فيات. الايه الفيات اللي هو حرف ايه بالانجلش؟ في تقريبا، لا قالته يبقى الفيات في مظبوط، التيات اللي سوسن نسيت تقول. شطوره. طيب تعالوا بقى نتدرب كده في الاخر خالص، على لو حطيناهم مع الا. تمام، انا يعني ممكن احاول اديكم الايه كمان، سنس ان انتوا كده او كده اخدتوه المره دي، بس خلينا دلوقتي في الاو. في ناس اوريدي يعني نرمين قالتهم كلهم، فنرمين هتتدرب على الاي مش على الاو، سوري معلش. طيب
مين؟ خلوني أجي هنا. طيب المفروض ان الاي يبقى بالنسبة لكم سهل، لان انتوا اوريدي متدربين عليه كتير قوي. هو كل الحروف تقريبا اساميها بتبدأ بالاي. فنرمين، انت قولي الحرف ده او الساوند اللي انا أنا عملته مش شايفة، دلوقتي هنا ده. أنا مش شايفة حاجة. انتوا شايفين ماي سكرين يا جماعة ولا لا؟ لا بعيدة شوية. طيب ثواني اكبرها فين لك بقى شوية الحرف؟ اهو. بي بي مظبوط. بي طيب نورهان خالد ده حرف ايه؟ ان ان ده مع الساوند اللي جنبيه يعمل ايه؟ طيب ويت اوكي take your time. ان سوري، بس انا الاكسنت عندي في كوري زباله جدا. بصي هو لا لا اتس اوكي، كلنا لسه بنتعلم. الانج ده اسم الحرف، لكن هو احنا قلنا لما بيجي في اول الكلمه ما بيبقالوش ساوند، فهو اكشلي ملوش صوت، هو هيبقى تمام. اوكي اي حرف يا جماعه هيجي هنا، تعالوا نجرب ده. دي دايره، معلش يا جماعه دايره معوقه شويه. ممكن حد يرفع ايده ينطق ده؟ يا قلنا نرفع ايدينا يا نرمين، نعتبرها ما قالتش حاجة يا جماعة. ملك يا يا مظبوط. فالحرف ده ايا يكن هيتحط مع ايه، هو ملوش ساوند ملوش صوت ملوش نطق، طالما هو في اول الكلمة كده تمام. طيب تعالوا نشوف الحرف ده، دي برضو يا جماعة دايرة، أنا آسفة جدا. مين ينطق الحرف ده؟ أكرم. إيه؟ ها مظبوط. طيب ولو قلنا هنا يا من عدلي، هتبقى ايه تقريبا؟ هي مظبوط. طيب تعالوا نشوف الحرف ده، يا مين؟ مريم لابسة نظارة. أنا مش عارفة تسميكي مريم إيه، ما هو في مريم كتير. قولي لي اسمك إيه يا بنتي؟ أنا أهو اسمي مريم محمد، ممكن معرفش يعني. ماشي، مريم محمد. تعرفي تقولي الحرف ده؟ هو لو لوحده يا فيا لا ده حرف إيه؟ هيا هيا مظبوط. انتوا يا جماعة في الحروف المتحركة هو انتوا هتحفظوهم زي ما هما، فهو ده كده هيبقى طريقة كتابته. لو هتكتبوها بالانجلش H Y A هيا تمام. فانتي صح يا مريم، نطقتي صح. طيب تعالوا نشوف الحرف ده، مين ينطقه؟ أماني. لا را مظبوط. طيب لو عملناه هنا ري مظبوط. طيب تعالوا نشوف حاجة كمان.
ورقة وقلم. سا 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 قربي شوية نرمين لأني مش شايفة كويس. مظبوط مظبوط يا مريم، مظبوط يا ملك. سا مظبوط يا هاجر، مظبوط يا جنى. أماني سا مظبوط، كيم مظبوط، فيروز. أماني تاني بالراحة. سا سا ريتاج مظبوط، شمس معلش ركزي تاني. سا سوسن مظبوط، نورهان خالد مظبوط، ريماس مظبوط، منى مظبوط، سا منى عمرو مظبوط، منى عدلي مظبوط. مظبوط يا أماني. سا طيب مظبوط يا شمس. مظبوط يا هاجر. مظبوط يا ريتاج، مظبوط يا أماني، مظبوط يا منى، منى عمرو، مظبوط يا شروق، مظبوط يا نرمين، مظبوط يا مريم، مظبوط يا منى. مظبوط يا فيروز، مظبوط وانا يا ملك، اجابة حضرتك على الصوت. مظبوط يا شمس، مظبوط يا كيم، مظبوط منى عمرو، مظبوط يا نورهان، مظبوط يا سوسن. جماعة اللي يوريني في الـ في الـ يعني في الشاشة ما يكتبش في الشات، عشان في ناس أعرف أشوف الناس التانية. مظبوط يا حبيبة، مظبوط يا أميرة. تمام طيب. بي 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 مظبوط يا هاجر. بي بي مظبوط يا منى، مظبوط يا ملك، مظبوط كيم، مظبوط حبيبة. مظبوط يا نرمين. روكا معلش ركزي تاني. ريتاج مظبوط. فيروز ركزي. أميرة مظبوط. أكرم معلش ركز. بي 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 خلي بالنا من الهواء اللي طالع. بي مظبوط يا مريم، مظبوط منا، بس منا انتي كاتبة الحرف الأساسي مش الساوند اللي أنا بقوله. جانا أعتقد إنك كاتبة صح، بس انتي قلب الكشكول أعتقد. رنا مظبوط. بي مظبوط يا جانا. منا عمرو انتي كاتبة با با، أنا قلت بي بي. سوسن مظبوط. نورهان خالد انت كاتبه با مش بي، ركزوا في الفرق جامد. بي مظبوط يا ريماس. طيب مظبوط يا فيروز شفتها. ايه كمان؟ جا 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 أميرة مظبوط. هاجر لأ. جا مظبوط يا هاجر. ملك قربي شوية. فيروز انتي كاتباها
دي متشا مظبوط يا منى. ريماس انت كاتبه التشا مش الجا، مظبوط يا منى. جانا مظبوط، رانا مظبوط، كيم هيام مظبوط، اكرم مظبوط، حبيبه مظبوط، في مين كمان؟ سوسن مظبوط، نورهان مظبوط، منى عمرو مظبوط، ملك مظبوط، فيروز ليه دخلتي على التشا؟ احنا ما خدناهاش اصلا. ليه كتبتيلي في التشات تشا؟ روكا مظبوط، سارة بعيد عن عناية قوي، نرمين مظبوط، ريتاج انتي كاتبة التشا، انتي كاتبة التشا مش الجا، سارة بعيدة قوي مش شايفة، شمس مظبوط، أماني مظبوط، ميرو مظبوط، سارة أعتقد إنك كاتباها صح، بس والله فعلا هو أنا مش عارفة المشكلة في الخط ولا في عينيا ولا في الشاشة، بس أنا شايفة حرف الجا مظبوط، بس مش عارفة اللي جنبيه صح ولا غلط. فدي لو كاتباها زي ما مكتوبة في يعني في الشات كده، أكرم كاتبها وحبيبة وكده، يبقى صح. مظبوط يا شروق، ريتاج مظبوط، منى عمرو مظبوط، ملك مظبوط. طيب تاخدوا كمان حرف متحرك، مريم مظبوط، تاخدوا كمان حرف متحرك ولا اللي موافق يرفع ايده؟ هو النص والنص. نهى أني سنجك أوتيا، كمان حرف ولا كفاية عليهم كده؟ I don't think so. Maybe هيبقى الموضوع هيدك عليهم أوي لسه في البداية. ماشي طيب خلاص، خلينا نستوب هنا. تعالوا نلعب مع بعض جيم. خلاص احنا دلوقتي اخدنا كل الحروف الساكنة. باي ذا واي اسمها ايه؟ اسمها تشاون. تشاون الحروف الكورية الساكنة بالكوري، هتلاقوا بصوا هنا اهو، احنا دلوقتي بقينا شاطرين وعارفين النطق صح؟ لا ده الفايل اهو، بصوا كونستنس الساكن تشاون تشام، هي ام تقريبا متكررة في تلات أرباع الحروف أو دي، فده تمام زي ميم، وهنا جا، يبقى تشام دي الحروف الساكنة. ماشي طيب تعالوا بقى نلعب جيم. لا دي خلاص لعبناها، مش هنفضل كده، ودي بلاش دلوقتي، يلا بينا في دي. تنسني تكمل يا يوربن. طيب انا هقف عند الحرف هنا، تكتبوه لي في الشات او في الورقه اللي عندكم عشان اختاره من الحروف اللي فوق، تمام؟ وبرضو انا هنطق. سامحتي يا سنسني، انا يا اسفه لهوي لو بقطع. كلم. ايوه هو أنا الكهرباء عندي قطعت وكنا في حرف ال P، انتوا أخدتوا حروف تانية؟ هو احنا خلصنا الحروف الساكنة كلها، فأنا أوكي هحاول أريفيو عليه قبل ما نخلص، however كده أو كده ال class is recorded. أوكي يلا بينا، تكتبوا الحرف في الورقة أو في الشات، it's up to you. ماشي تيات ده أول حرف، هختار أنهي رسمة من اللي موجودين قدامنا؟ تيات ملك مظبوط، بيا نيرة مظبوط، سوري نرمين، سارة مظبوط، بس مش لازم تكتبي الحرف كامل، ممكن تكتبي الشكل بس،
منا مظبوط، منا عدلي مظبوط، منا عمرو مظبوط، ميرو مظبوط. طيب بيب بيب من عمرو مظبوط، مظبوط ميرو، مظبوط ملك، مظبوط منا، مظبوط يا سارة. لا شمس، احنا ما قلناش بي سوري اعتقد شمس ما قلناش بي، احنا قلنا بيب عادي مش بيب. مظبوط يا جنى، مظبوط يا منا. اعتقد جماعة ارسموا الحرف بس، الحرف بس لوحده من غير الاي والا ولا اسم الحرف، الحرف نفسه. نورهان ما قلتش بيب، انا قلت بيب عادي، خلي بالكم من فرق الهواء. الحرف اللي جنبيه اهو بيب، ده بقى اللي فيه الهواء بيب بيب، ده هيبقى انهي تالت حرف معانا دلوقتي، شكله عامل ازاي؟ مظبوط يا منى، ميرو مظبوط، منى عدلي مظبوط، ملك مظبوط، مريم مظبوط، نرمين. انتي ليه في الحرف اللي فات؟ احنا عدينا الحرف وقلنا بيب. اماني مظبوط، جود مظبوط، سوسن مش مظبوط، عشان تاني احنا قلنا بيب في هوا بيب. منى عمرو مظبوط، سنسنية. ده معلش، الحروف اللي انتوا اخدتوها بعد تيات علشان النور عندي قطع. بعد التيه اخدنا البيه وقلنا ان هو بيساوي البي او الاف، وخدنا الهيط اللي هي بتساوي الاتش او الهي بس. واستنوا يا جماعه، اي طب حروف فهمني ده. فاتتكم هنمي ده، اي حروف فاتتكم اي ريبيت اجين وكده وكده، هبعت لكم ريكورد بعد ما اخلص. بس احنا دلوقتي يا جماعه، اي حد النور قطع رجع كل الكلام ده، احنا خلصنا كل الحروف الساكنه تمام. طيب تعالوا نشوف دي، شيط 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 شيط. انت عاملة الجيوت يا ميرو، من عمرو مظبوط، روكا انت عاملة الشيط مش اللي انا سايلها شيط، ميرو مظبوط، مريم انت عاملة الجيوت. مظبوط يا نورهان، مظبوط يا اماني، جود انت عامله الشيط مش الشيط، مظبوط يا سوسن، مظبوط يا ساره. بس ما بتتنفسي في المايك، مش هقولك حاجه غير اوكي كده. انيومي ده ملك مظبوط، من انت يعني هو الحرف اوفر اول مش غلط بس انت كاتباه غلط. ايوه بعديها خط اكبر تحت، بعديها شرطتين مظبوط كده، مظبوط تمام اهو. طيب بعد كده هيت هيت الهيت، ميس. مظبوط يا منى، مظبوط يا ميرو، اي فيروز. هو ميس هو ده نطق الحروف يعني اللي هو الأحمر واللي هم المتلونين دول، ده نطق الحروف اللي احنا هنختارهم؟ انتي دلوقتي ده اسم الحرف، فانا بقول اسم الحرف، انتي بترسمي لي ايه هو الحرف عشان انا اختاره من هنا، اوكي ماشي ده اسم الحرف. مظبوط يا أماني، ماشي مظبوط يا ملك، مظبوط يا منة، مظبوط يا نورهان، مظبوط يا مريم، مظبوط يا سوسن، مظبوط يا سارة، مظبوط يا شروق، مظبوط منة عمرو، مظبوط جود، هيت. طيب إنج إنج إنج، مظبوط ملك، مظبوط ميرو، مظبوط نرمين، مظبوط نورهان، مظبوط منا، مظبوط سوسن، مظبوط جود، مظبوط اماني، مظبوط منا عمر. والله شايفه انك بتشاوري لي عليه على فكره. لا شروق مظبوط، بسمله مظبوط، مريم مظبوط، ساره مظبوط. مين 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 اماني، انطقي لي الحرف ده.
اسم الحرف ده ايه؟ الحرف ايه؟ ايجا ايجا تيجات. كتبته ازاي بقى؟ كله يكتب مش شرط اماني بس. تيجات كتبته ازاي؟ ميرو مظبوط، نرمين مظبوط، ملك مظبوط، سارة مظبوط، شمس مظبوط، نورهان خالد مظبوط، منى عدلي مظبوط، فيروز انا مش شايفه الحرف اللي انتي عايزاه بس نورا مظبوط، مريم مظبوط، منى عمرو مظبوط، جود مظبوط، شروق مظبوط، فيروز مظبوط. ماشي فين فين اهو تي جات. طيب جيات جيات جيات. جود مظبوط، من عمر مظبوط، بس قربي شوية يعني، انا لابسة نظارة يا جماعة. مظبوط، ملك مظبوط، مريم مظبوط، نورهان خالد مظبوط، ميرو مظبوط، منى مظبوط، سوسن مظبوط، سارة مظبوط، شيات تمام مظبوط يا نرمين، أماني مظبوط. طيب مين شروق الحرف ده ايه؟ بس يا عيني كانت بتعدل حاجة مش ركزة معايا أصلا. الحرف اللي عليه الدور اهو ده. النت وقف عندها ولا وقف عندي ولا ايه اللي حصل؟ طيب ده حرف الريل، ريل ريل. مظبوط يا اكرم، كبرت الشاشة بس عشان اشوف كل حاجة. مظبوط يا ملك. شيط شيط. مظبوط يا جود، مظبوط يا أمينة. سوري أميرة يعني. ايه أماني مظبوط، أكرم مظبوط، جود مظبوط، حبيبة احنا ما قلناش جيط، احنا قلنا شيط. مظبوط يا ملك، مظبوط يا بس لا بس ما مورياني السقف. مظبوط يا جود. ماشي بسملة مظبوط. طيب ملك قولي لي الحرف اللي بعد كده. مين مظبوط ميان. كده؟ بعديها مظبوط. طيب بسملة اللي بعديه. مظبوط يا جود، مظبوط يا حبيبي. مين ميم بعديها كيك. كيك واللي بعد كده مظبوط يا أميرة. كيك أو جيك. جيك مظبوط يا أكرم، اشتركت أكيد في الدنيا. سبميت بقى وناخد 10 من 10. تمام طيب كده احنا خلصنا كل الحروف تاني الساكنة، كفاية عليكم كده. هو هنلعب اخر حرف الجيمز. حضرتك ايه يا جود؟ كنت بقول اخر حرف حضرتك قلتيه كان الجي. او تمام طيب احنا كده خدنا كل الحروف الساكنة. الناس اللي ما كانتش عارفة تعمل اللينك او الجيم بتاعت المرة اللي فاتت، اظن كده احنا نقدر نعملها دلوقتي. عندنا 2 جيمز وعندنا الجيم دي التالتة. احفظوا الأسامي كويس لأنها هتفرق معاكم قدام، زي ما انتوا شفتوا فرق النفس بيفرق في معنى الحرف كله وانتوا بتكتبوا، فاسمعوه كويس، كرروه كتير كده أو كده هبعت لكم ريكورد. اتدربوا على ان انتوا برضو تقولوا كا دا نا را ما با سا تشا تشا ها ا
تتدربوا عليها الآ والإي الاتنين معاكم وكده او كده. هبعت لكم الكلام ده على ريكورد في جروب الواتساب. ماشي، اتمنى ان كل المرة دي يعمل الواجب علشان هيفرق معاكم، واللي فيه حاجة فاتته او كده كده او كده اللينك هيترفع على الجروب، سوري، على اليوتيوب، تقدروا تخشوا تتفرجوا لو في اي حاجة ناقصاكم. واللي عنده اي سؤال يبعت على جروب الواتساب او يبعت لي برايفت وانا هجاوب عليها. اوكي، عشان الساعة بقت 7. طب هو انا كنت كلامك كانت اقطع، ما كنتش عارفه تقول ايه. طب انا اطلب اسفه، صوتك دلوقتي، كان بيقطع، انا مش سامعه حاجه. هي كهربا عندي قطعت وانتوا ما اعرفش انتوا خدت ايه. احنا خلصنا كل الحروف الساكنه، البيج اللي انا كنت عامله لها سكرين شوت قبل كده، احنا خلصنا كل الحروف اللي موجوده فيها. تمام، طيب اخدت حروف متحركه اخدنا، غير رجعنا على الكا والاي واي حاجه جماعه كده او كده، هبعت كل اللي اخدناه على الجروب، فانتوا مش محتاجين تسالوني فيه. انا خلصت واليوتيوب، ثواني بس خلوني اكمل، وكده او كده الكلاس از ريكوردد وهيترفع على اليوتيوب تشوفوه. اللي مش هيفهم من الريكورد يخش يبعت لي وانا هساعده. وسيبوا امي نهى في حالها، البنية غلبانة وراها شغلها، انا المدرسة يا جماعة، انا الصمت النيم، حرام عليكم تخلوها تقعد تشرح لكم كل ده من اول وجديد. تمام، لو عايزين حاجة خشولي انا، وانا اوقات مش برد بسرعه، بس اعتقد ان مفيش غير اتنين بس اللي بعتوا لي الواجب امبارح بالليل متاخر والنهارده الصبح، هم اللي ما ردتش عليهم، الباقي كله اترد عليه. تمام، طب انا ما بصي اخرج مهما دلوقتي يساء ولا النت عندك سيء جدا، انا بجد مش سامعه حاجه، فلو في حاجه بليز بعتيها لي اوفر ذا واتساب. ممكن اخرج اسال دلوقتي الواجب؟ واسال يعني؟ في 3 بيتكلموا في نفس ذات اللحظه، ممكن تدوني ثانيه؟ الواجب هيتبعت على الجروب زي ما عملنا المرة اللي فاتت، ومعاكوا لحد الخميس، أو سوري يعني الجمعة قبل الكلاس، وكده أو كده هرد على الناس اللي ما ردتش عليها. قولي يا منى، عايزة تقولي إيه؟ ماشي، شكرا. دلوقتي احنا عرفنا الفرق ما بين البيب والبيب. عايزة أعرف الفرق ما بين الكيوك والكيوك. طيب الكيوك الأولانية اللي احنا أخدناها، ممكن تقولي كيوك وممكن تقولي جيوك، الاتنين صح اوكي تمام، كنطق حرف، بس في الكلام اوكي هتختلف وهتحسي بيها. يعني هي الكيوك أكتر بتستخدم في الكلمات الإنجليش كوري، يعني زي كوبي كاميرا، مش هتلاقيهم بيكتبوها غير باللي هي فيها شرطة في النص، لكن الكلمات اللي هي كدا، كذا. كسمي ده اللي هي الماضي من كده، مشي خلاص او خلاص، دي هتلاقيها كلمات كوري قوي وهتعرفوها قدام الفرق ما بينهم. خلاص، اسمي ده انمي ده، خلاص هو كده فل. حضرتك، هو ثواني حضرتك اللي هتشرح نهى لنا. أني كراميان هاكسنجري مونجي سيميون جروبي بونيركوايو كونتنايو. وربنا ده اللي انا قلته، بس هم مش مقتنعين. يا جماعة معلش، هو في ميتنج دلوقتي بس والساعة 7، فمعلش لو في أي أسئلة ممكن تبعتوها على الجروب لسامسونج آلاف وأنا هفتح لكم الجروب عشان كده، بس في ميتنج معلش سوري. ماشي، اللي عايز اي حاجة يا جماعة يبعت لي على الجروب او على الواتساب، وانا هرد على الناس كلها النهاردة ان شاء الله قبل ما انام. تمام ولو عايزين سؤال ليه علاقة بالليسن نفسه، جو اهيد وبعتوه الجروب عشان ما الاقيش السؤال متكرر، يبقى بإذن ساعدنا الله، بعض. اوكي، باي بإذن باي. باي. انجوي، انيا. باي. انيا. انجوي، انيا. انجوي.